وحشتوني يا شويه مشاغبين اللي بتحبوا المشاكل عندكم وقصص الناس، ها، وتقعدوا كده تستنوا كل اسبوع للموضوع ده. انا ما اتاخرتش عليكم الاسبوع ده كده عشان ايه يعني، رغم ان انا يعني مش هقول لكم انا عندي ايه عشان ما تتحبوش مشاركه الاحزان دي، بس انا جيت في ميعادي ما اتاخرتش عليكم. طبعا لو حضرتك اول مره تشوفيني مش محتاجه انا اقول لك ان انت تشتركي في القناه عشان تبقي مشرفوني كده، واي قصه تنزل يجي لك تررن تررن بالنهايه نزل اشعار بسيط لطيف من قناتي. فضلي اعملي سبسكرايب للقناه وفعلي الجرس واعملي لايك بقى وكومنت وحبشتكاني كده وشويه كرم من عندك عشان نشوف القصه اللذيذه قوي قوي اللي معانا دي. اتنصب عليا 6 سنين، دخلتك قويه، حبيت اكتب كده في الاول عشان الفت نظرك ويا رب تشوفي رسالتي. اصلا دي من اقوى يعني من اقوى الرسائل اللي تلفت نظر الشخص اللي يكون داخل على طول في الموضوع دوت. انا متجوزه، انا مطلقه، انا ارمله، انا منصوب عليا، انا مضحوك عليا، بتلفت نظري على طول في الرساله عن السلام عليكم وازيك وعامله ايه وممكن ابعت قصه. يعني للمره الديشليون بحذر من الموضوع ده، خشوا في القصه على طول، محدش يقول لي ازيك. المهم انا عندي 30 سنه وانا عندي 24 سنه او كنت في اخر ال 23 اتعرفت على واحد بالصدفه من موقف حصل معايا في الشارع. كنت ماشيه بعربيتي الصبح وخبطت واحد من غير ما اقصد. اه احنا كده هنبتدي بقى نحول بقى. وخبطت واحد من غير ما اقصد وانا رايحه الشغل، واحمد هو اللي حل الموقف ونجدني. احمد ده بطل قصتي، او بمعنى تاني بطل وكستي السوداء. هو احمد ده بطل قصصنا كلنا، مفيش واحده يعني طلعت من مرحله المراهقه الا واحمد معلم عليها سموكسات كده. المهم وقولي اسمه عادي، ما عنديش مشكله. بعد ما حل الموقف مشي وانا مشيت وراه بالعربيه وعرضت عليه اوصله اقرب مكان ليه، وافق وخدت رقمه واديته رقمي، وانا اللي كلمته بعدها بكام يوم اشكره تاني. مش هشكره، ده حك، ده حك، ده احنا عارفينه كلنا كبنات. المهم قلت له لو احتجت اي حاجه انا موجوده وتحت امرك، لانه جدع. بعدها بشهرين اتصل بيا وقال لي عايز اشوفك، كنت ساعتها في الغردقه ونزلت مخصوص ليه، ولا كانه حبيبي، كان في حاجه جوايا بتزقني ناحيته ومش عارفه ايه هي. لا انا عارفه، انا عارفه ايه هي الحاجه اللي بتزق دي، مجرباها انا قبل كده دي. وقعدت معاه واتكلمنا وقال لي انه محتاج شغل لو اقدر اتصرف له، وقلت له حاضر. وفعلا خليت بابا يشوف له شغل عندنا في المصنع، انا والدي عنده مصنع صغير بس الحمد لله حالتنا الماديه فوق الممتازه. اللهم بارك، اللهم زيد وبارك، انا عايز اشتغل عندكم في المصنع. وكان معايا في كل خطوه في حياتي، وقال لي طول الوقت وقال لي ايه ولازق لي، هي الزين طرت من عيني يعني، ما شفتش الزين دي خالص، ولازق لي طول الوقت احسن اكون محتاجه حاجه. العربيه تعطل الاقي نفسي بكلمه، مع اني ممكن اكلم الونش وابقى عايزه اروح مكان اساله، مع اني ممكن افتح الجي بي اس. مش بقولك ده حاجه كده. وعلى كده بقى طول الوقت هو كان في حاجه تشد وانا اتشديت، وهو كمان كان ذكي وعارف يلعب على اني هبله وعبيطه وطيبه، ومتواجد طول الوقت حتى من غير ما اطلب ده. وبقينا نتكلم كتير وننزل بره ساعات بره ساعات الشغل، وفضلنا فتره كبيره نستهبل لحد ما جه يوم وقال لي انا بحبك. قلت له انا كمان، رغم اني عارفه وشايفه الفرق الاجتماعي اللي بينا. بعدها بسنتين والدتي اتوفت، وهو كان واقف جنبي ما سابنيش، والدي حبه ووثق فيه وعلى رتبته في المصنع، وكان شايف قد ايه هو شاطر وطموح. عايزه بس انوه لكم على حاجه، انا سالتها من بعد ما قالت لي القصه ديت، هي ازاي لما باباها عينه في المصنع بيبقى فيه اوراق وبيبقى فيه حاجات كده بتتعمل يعني عشان الشغل، بيبقى معروف فيها الشخص ده اوله من اخره ايه، يعني تبقى بيانات البني ادم عامه. قالت لي ان هو كان كده بالحب، ما كانش متعين في المصنع كده يعني، عشان دي حاجه اثرت فضول انا يعني، لو ازاي يعني ما عرفتيش حاجات من الحاجات اللي احنا لسه نعرفها مع بعض دي. بس كان دايما يغيب على فترات كده ويقول لي مشاكل في البيت عندي، يجي الشغل بس بعد الشغل يختفي، اساله في ايه يقول لي اخواتي وامي، وما كانش يتكلم عن اهله كتير ولا كان بيعرفني بيهم، مع اني كنت بزن دايما على كده. كل اللي اعرفه انه عنده 4 بنات، اخواته ووالدته، وهو مسؤول عنهم. تعدي الايام كانها ثواني واحنا عايشين تفاصيل كتيره مع بعض، وبحبه وبتعلق بيه اكتر. واخته تخلف
كذا مره واحنا مع بعض وابقى عايزه اروح اشوفها ما يرضاش، كانه مخبيهم عني، لحد ما اصريت في مره افهم فيه ايه وليه مش راضي يعرفني بيهم. لقيته بيقول لي ان انا امي عايزه تجوزني بنت خالتي، ولو عرفت انك في حياتي هتحلف اني ما اعرفكيش، وانا مش حابب كده ولا اقدر على غضبها عليا. اصبري اقفل معاها الحوار ده وبعدين اعرفك بيهم. قصه ما تدخلش على عيل عنده 3 دقايق. تعدي السنين واحنا مع بعض برضو، وشلت الموضوع من دماغي وركزت في شغلي، لحد ما جه يوم بيكلمني الساعه 5 الفجر بيقول لي انا امي بتموت، لازم تعمل عمليه ضروري ومحتاج منك مبلغ وهسدده في اقرب وقت. ان 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 هي دي النصبايا؟ هو ده القصه؟ لا مش هي دي القصه، مش هي دي خالص القصه. لو بتيجي في الفلوس سهله. قلت له حاضر. هي مالها وتعبت امتى وعندها ايه؟ وانا هحاول اخلي بابا يشوف اي حد من اصحابه يدخلها احسن مستشفى. قال لي لا. لا ليه؟ ما تقوليش لبابا، انا مش عايز ابين نفسي صغير قدامه وبطلب منك حاجه، ارجوكي هتعرفي تتصرفي ماشي، مش هتعرفي خلاص. قلت له خلاص ماشي، ومن ثقتي فيه ما عدتش الكلام على مخي ولا حتى سالته تاني هي تعبانه عندها ايه. خد مني 100,000 جنيه، وانا اتصرفت فيهم من ورا بابا. وفي نفس اليوم بالليل فونه اتقفل. انا قلت عشان اكيد تعب من ضغط التليفونات، اسبوع تليفونه مقفول ما اعرفش عنه حاجه. هرب بال100,000 جنيه، لدرجه اني شكيت في نفسي. ظهر بعدها وجي الشغل وقال لي معلش كانت امي بتموت وانا ما كنتش فاضي ابص حتى على التليفون ولا امسكه، حقك عليا. وانا زي الهبله تاني صدقت. سالته هي عملت عمليه ايه؟ قال لي عمليه في المخ واستئصال ورم. يومين بعد ما رجع الشغل وانا حاسه مش على بعضه، قررت اراقبه، لقيته عايش في حته غير اللي كنت بوصله عندها، وانها عشوائيه اكتر. مشيت وخليت حد من الصبيان بتوع الجراج يسالوا عليه في المنطقه دي من بعيد لبعيد من غير ما اعرف بابا حاجه. اكتشفت انه متجوز من قبل ما اعرفه، وان مراته هي اللي كانت عماله تخلف مش اخته. بيقولك المعلومات يعني مع شويه تفاصيل مختلفه قد كده، وانه مخلف منها 5. يا نهار ابيض، هو حديد. وان انا كنت عايشه في وهم كبير قوي وكدبه كبيره، كان على اساسها بيمشي دنيته وحياته وبيخدعني انا. طب الجمله دي تاني، وكان على اساسها بيمشي دنيتي وحياته وبيخدعني انا. انا طول الوقت كنت مركزه في حياتي وشغلي، وعمري ما جريت ورا تفاهات البنات، وده مشغول عني ولا بيتكلم بنات عليا ولا فتش في تليفونه، حتى ما كنتش بشك ولا بخلي دماغي تشتغل لثانيه في اي حاجه تدينه. ما هو معلش يعني اللي نمسك العصايه من النص، لا نبقى المحقق كونان ماشي، ولا نبقى اللي مفطريها ومفضيها دي خالص، ده انت ولا اي حاجه كده، ولا فكرتي حتى بشيلن. لما واجهته قال لي انا حبيتك وبرضه بحب مراتي، يا بجاحت اللي جابك، وما كنتش اقصد اوجعك. طلبت منه فلوسي، قال لي هسددها لك بس على مهلي، وما قدرتش اكرهه ولا حتى اطلب من بابا يمشيه من الشغل، وقلبي وجعني على عمري اللي راح، وفي نفس الوقت مش قادره اشوفه قدامي لحظه. انا تعبانه ومش عارفه اعمل ايه، قولي لي رايك وراي الناس، وهل انا فعلا هبله ولا دي طيبه وخيابه وعوض؟ ايه يما ده، في ايه يما. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجابه الثلاثه، خيابه وهبل وعبط وكل حاجه. انا فضولي كان واكلني، هو برضو خد ال100,000 جنيه يعمل بيهم ايه؟ يعني انا سالتها ليه خد ال100,000 جنيه، قالت لي ان هي مراته هي اللي كانت تعبانه وهي اللي كانت بتعمل عمليه مش مامته، هو كل حاجه ملبسها لمامته ومامته، والبنات مش اخواته، دول عياله. ف هو مفيش اي تعليق هيتقال غير ان انت او لكل بنت، انت خلاص اللي حصل معاكي حصل لكل بنت. لما تكوني مرتبطه ما ينفعش تبقي طول الوقت ماشيه بتتجسسي عليه وتفتشي في تليفونه وتراقبيه وتشوفي بيعمل ايه، وتبقي مكرزه حياتك لان انت طول الوقت تبقي بتعرفي كل تفاصيله، ولا تبقي مطرياها اللي هو اعمل اللي انت عايزه انا واثقه فيك. انا مفيش حاجه اسمها كده، ما تبقيش بسطها كل البسط ولا حكمها كل الزنق كده، مفيش حاجه اسمها كده، دايما كل حاجه في الوسط بتبقى احسن. بالنسبه لحضرتك يعني انا مش عارفه اعلق،
انا مش عارفه اقول ايه. انت شوفي شوفي كلام الناس في الكومنتات، الله يعوض عليكي في عمرك والله يا بنتي. وهي فعلا حاجه تضايق وتحزن. 6 سنين مش قليل، 6 سنين مش قليل. ونسيت اقول حاجه اخيره بقى، نسيت اقول حاجه اخيره، الناس اللي ما عملتش سبسكرايب للقناه تعمل سبسكرايب للقناه، دوسي لايك وحطي كومنت واعملي شير لاصحابك في اي حته عشان يشوفوا القصه اللذيذه دي ويتعظوا يتعظوا، يعني لا تبقى كده ولا تبقى كده. وهتوحشوني قوي لحد ما اشوفكم القصه الجايه.